الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، أبواب تفصيل الصلاة، باب الصلاة في منها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد البغلاني شيخ من أصحاب الكتب الست، قال حدثنا عبد الواحد وهو من سقاط الأزبات، رواه جماعة عن الأعمش كما قلنا من أصطين محدثين، وهو سليمان بن مهران، وقال حدثنا أخبرنا فعض عليه بالنواجذ، فحدثنا إبراهيم وإبراهيم النخعي، إبراهيم يزيد النخعي من هو شيخ المباشر وهو من فقهاء الكوفة من ثقات الأزبات. قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد وهو أيضا من ثقات الكوفة قلت صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد الثالث بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله بمنى 2 ركعة، وصليت مع أبي بكر بمنى 2 ركعة، وصليت مع عمر بمنى 2 ركعة، قال فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعة متقبلتان، ليت حظي من أربع ركعات 2 ركعة متقبلة، كأنه ينكر أنه أتم الصلاة في هذا الباب. يعني عندنا دلوقتي هنا الآن في هذه المسألة على مسألة القصر والإتمام، عندنا مسألتين. المسألة الأولى ابن مسعود رضي الله عنه أتم خلف عثمان، صحيح ولا لا؟ لأن بعض العلماء يرى أن ابن مسعود يرى أن عدم الإتمام أن القصر واجب. لو كان ابن مسعود يرى أن القصر واجب ما أتم خلف عثمان، لو كان ابن مسعود رضي الله عنه يرى بأن القصر واجب ما أتم خلف عثمان، لكنه أتم خلف عثمان وقال يتحظي بركعتين خير من 4 ركعات. مسألة القصر في الصلاة هو واجب أو سنة مستحبة اختلف فيه العلماء في هذا الباب، هل يتم أو لا يتم؟ ذهب الطائفة لأن ذلك سنة، يعني القصر في الصلاة سنة. روى عن عائشة وسعد بن أبي وقاص أنهما كان يتمان الصلاة، طبعا عائشة كانت تتم وكان النبي يقرها، مع أن النبي ما أتم قط لكن أقرها على الإتمام، فدل ذلك على أن الإتمام ليس بواجب عندهم على الأقل. وعطاء بن أبي رباح قال بذلك، وعن حذيفة أيضا أنه كان يتم في الصلاة. وروى مثل عن نصر المخرمة عبد الرحمن بن أسود عن سعيد بن مسيب أبي قلابة، وروى أبو مصعب عن مالك قال قصر الصلاة في السفر سنة. يبقى إذن عندنا هذا قول جماهير الفقهاء وقول الشافعي أنه إذا بلغ سفر 3 مراحل قال بأنه مخير بين الإتمام وبين القصر، على أن الشافعي يرى أن الإتمام أفضل، أن الإتمام أفضل لأنه يوافق أصل التشريع، يوافق أصل التشريع. وذا بعض أصحابي لأنه مخير والقصر أفضل، قال من قصار الاختيار الأبهري واختياري. وقال طائفة من صحابة رسول الله القصر في السفر للصلاة واجب، وهذا قول الظاهرية، القصر في الصلاة في السفر واجب، أنه واجب على المسافر 2 ركعة، وهذا قاله عمر بن الخطاب وأيضا عبد الله بن عمر وابن عباس، هو قول أهل الكوفة الأحناف، وهو قول الظاهرية طبعا، واختار بعض المالكية. واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت فرضت الصلاة 2 ركعة في الحضر، فرضت الصلاة 2 ركعة في الحضر والسفر، وقد سلف في أول كتاب الصلاة شيء من ذلك، فرضت الصلاة 2 ركعة في الحضر والسفر، قالوا إذن فريضة هي الآن لأنها قالت فرضت، وهذا خطأ لأن الفرض لا يأتي كما يقولون، لأن الحق أن نقول بأن لا شك أن الفرض يأتي بمعنى لغير الإجاب، كما تقول فرض القاضي النفقة كتبها، وأيضا قد قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم، أي بيان لكم كيف تكفرون. وقال الطبري يحتمل قول عائشة فرضت 2 ركعة في السفر، يعني إن اختار المسافر ذلك، وإن اختار 4 له ذلك، والصحيح كما قلنا بأن القصر في السفر ليس واجبا. وأدل الأدلة على ذلك أنه لما سئل ابن عباس علامة المسافر الذي له القصر إذا صلى خلف المتم يتم، قال سنة نبيكم لو كان لقال لا، سنة نبيكم لو كان لقال لا. واختلف العلماء في مسألة إتمام عثمان رضي الله عنه وارضاه هو أمير المؤمنين،
فحيث كان في البلد فهو عمله. قاله أبو جهل. ووجه أن الإمام تأثيرا في حكم الإتمام كما له تأثير في إقامة الجمعة إذا مر بقوم أنه يجمع بهم الجمعة، غير أن عثمان صار مع الشارع إلى مكة وغيره، وكان مع ذلك يقصد. التوجيه الثاني هو الأدق، أنه اتخذ بمنى مسكنا فلذلك أتم، يعني هو أخذ مسكن فصار في منى كأنه المستوطن لذلك أتم. وقيل هو أتم لأنه أجمع القيامة بعد الحج. وقد عمل حارث عمر الخطاب قال صلى بنا عثمان فلما سلم أقبل على الناس فقال إني تأهلت بمكة، وقد سمعت رسول الله يقول من تأهل لبلدة فهو من أهلها فليصلي أربعة. هذا حديث منقطع، هذا الحديث منقطع، أخرجه البيهقي من حديث أكرمة إن ضعيفه هو ضعيف، يعني ما قاله عثمان بأنه تأهل ولذلك أتم، والحديث من تأهل ببلدة أتم هو حديث ضعيف لم يصح. لذلك التوجيه الثاني أنه أجمع بالمضي المكوث والقيام بمكة. الثالث ما رأى أيوب عن الزهري أن الأعراب كثروا في ذلك العام فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربع، يعني يعلم الناس، وهذا ذكر البيهقي. وذلك عثمان قال أيها الناس إن القصر سنة رسول الله وسنة صاحبيه، ولكنه حدث قيام من الناس خفت أن يستنوا. التوجيه الرابع أنه تأول أن القصر رخصة غير واجب فأخذ بالأكمل وهو الأتم، لذلك ابن مسعود أتم خلفه، مع أنه تمنى ألا يكون قد أتم ويصلي به ركعتين. وقد قال البيهقي هذا هو الوجه، أنه أتم من أجل أن يعلم الناس أنها رخصة ويبين الأكمل. وهذا في نظر حديث ابن عمر بأنه لم يتطوع في السفر صحابة رسول الله كان يزيد في السفر على ركعتين، أبو بكر وعمر وعثمان كذلك، فهو يعلم من فعل النبي أن الأفضل أن يكون القصر لا الإتمام، فلا يقال بأنه رأى أن الكمال في الإتمام. عامة أيا من كان فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أتم وأتم فله الإتمام، ولأن الصحيح الراجح أن المسافر له القصر وله الإتمام، يعني هو مخير بين الإتمام وبين القصر. هذا الباب قد ختم فضلا بحديث عثمان، وكما قلنا ابن مسعود كان فقيها. هذه المسألة الأخيرة أن ابن مسعود يرى أن السنة أن يصلي الصلاة على ما كانت على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى ركعتين وما أتم النبي صلى الله عليه وسلم قط. قال رأى أن الفضل أن ألا يتم، لكن لما في شيء عندك في النت يا تامر، عندي ما فيهوش أي تقطيع، فعثمان بن مسعود أراد الإتمام لحال النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتم عثمان أتم خلفه من باب الخلاف شر كله، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، وكان أفضل له هو القصر دون الإتمام، لأن هذا الحال كان من التمام، لأن النبي كان قد قصر صلى قصرا، ولأن عمر صلى قصرا، وقبله أبو بكر صلى قصرا، فإذا صلى قصرا. فهذا مستنبطة الخلاف شر كله من الفقه، موافقة الإمام، وإن خالف الأكمل، وإن خالف الأكمل، لأن الاجتماع أولى من الافتراض. الفائدة الثالثة الاسترجاع على فوات الكمال، الاسترجاع على فوات الكمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.